مرحبا اخواني، حبيت بهذا الفيديو اوضح واحد من اكثر المشاكل الشائعه لبرامج الويندوز بالبرامج او بالالعاب اثناء التنصيب واثناء التشغيل. اكيد صادفتك مشكله مثل هذا هاي، يقول مثلا the program can't start because كذا ملف .dll is missing from your computer او هذا النمط msbcb120 missing from your computer. وكيف بحثت يعني بالجوجل وشفت هذا الملف، مجرد نسخته بالسيستم 32 او بالسيستم 64 بالنظام، وهو ما نسخته وكملت وتشغل البرنامج او التطبيق طلعت لك هاي المشكلة. يقول the application was unable to start correctly بسبب هذا الملف ما موجود، بسبب هاي المشكلة. هاي المشكلة شن سببها؟ اكو برامج بالنظام تنصبها اللي هو Virtual C++ 2005 2006 2007، هذا نشوف مثل ما يقول بسيط يعني بين لغات البرمجة بين الألعاب بين النظام. ما تسكب هاي البرنامج نقص، فأنت من نقلت نسخة من الكوغل وحطيتها بالسيستم 32 احتمال هاي ما متوافقة ويا النسخة اللي عندك. فبهالحالة لازم شو تسوي؟ بهالحالة لازم تحذف ال Virtual C اللي بي واحد من هذين الملفات اللي نقلناها نحن، حذف نهائي نوب تنصبه من جديد، مو مجرد تنصبه مره ثانيه. اذا تنصبه مره ثانيه ملفات اكو قسم ما راح ينحذفن، هذا الملف اللي نقلناه احنا ما راح ينحذف. فهسه بحالة انا طلعت عندي هاي المشكله مثلا اللي هي 0xc0 كذا، عندي طريقتين، اما طريقه احذف كل فيرتشوال سي وانصبها من جديد، او طريقه ثانيه اشوف شنو هذا بالضبط المشكله. هذا 0x00 خاص بيا فيرتشوال سي، بس مثلا اكتب جوجل اكتب اللي هو 0xc4.7p ما راح يطلع لك مشكله شنو سبب، ما راح يطلع لك ماكو. فيرتشوال سي اكتب والله نشوف مرات يوضحون يقول مثلا كشفوا ان هذا الشيء كذا كذا مثلا هسه هنا عندنا هسه يقول مثلا هنا how do I fix the او لا فاير يعني مايكروسوفت فيرتشوال سي بلس بلس 2010. اذا هذا المشكله طلعت ان لها علاقه بفيرتشوال سي بلس بلس 2010 نسخه 86 ران تايم. فانا شو اسوي هاي الحاله هاي؟ يعني لازم واحد يبحث شويه او يريد يحذف يمكن فيرتشوال سي كلها وينصبها من جديد، او مثلا بال العفو ادوس كليك ايمن بالنسبه لويندوز 10 واختار بوكرون او اختار كنترول بانل افضل حتى اسهل المهمه. اكتب اشوف كنترول بانل موجوده هنا بويندوز 10 ما موجوده، اكتب دوس هنا كليك ودوس كنترول بعدين طلع شي كنترول بانل افتحها على الطريقه التقليديه يعني بالويندوز 2007، بس ب 2010 شوي اختلفت. ابحث على بروجرامز اند فيتشرز، هذه ياته هاي بروجرامز اند فيتشرز، نبدا نبحث بالفيرتشوال سي. هذا الناسي من هنا هاي كلها فيرتشوال سي. هسه مثلا انا يا فيرتشوال سي عندي مشكله اللي طلعت لي بها هاي الرساله، هاي الرسالة يقول هاي مقرونة بمن فيرتشوال سي 2010 86. اجي لل وين راحتي الملف هذا، اوكي هذا فيرتشوال سي 2010 86 هذا ادوس عليه تكفير منه وقل ان انستول. من اقل ان انستول واكمل شو اسوي النوب؟ ارجع اكتب احمل من جديد هذا فيرتشوال سي سي بلس بلس 2010 86 اكس 86. طبعا هي اكتب داونلود اكيد يعني حمل اختار هي موقع مايكروسوفت هو نفسه يوفر هذا التحميل. هاي انجليش هاي ما اختارك، بس مجرد هو اتاكد من فيرتشوال سي 2010 سيرفيس باك والله ما دخل هنا ما قال 86 لانه هو عندنا نسختين اسمها قله داونلود. شوف طلعت 86 طلعت لي 64 اي و 64 شو اسمه اختار انا 86 واقول نكست، راح يبدي يحمل الملف، من يحمله انصبه
وإن شاء الله تنحل هاي المشكلة. هذا كل ما في الفيديو، يعني هاي الطريقة الأفضل حل المشكلة. وأتمنى يكون استفادت من هذا الفيديو، وأتمنى منكم تسوون سبسكرايب للقناة. شكرا.